شنو طبيعة الحلقات هيا بهذا حلوة كوميديا؟ وايد ايه كوميديا، كل كوميديا هم اطق وهم اشك وهم اطرد. والحلو بالموضوع انه هم مفروض اني اصور فتح الاندلس مع استاذ محمد العنزي، وهم لغة عربية لاول مرة، لغة عربية بحت يعني يعني تتحدثين باللغة العربية. قاعد اسوي بروفا معاهم، قاعد يضحكون. دخل احنا نبي نضحك، خلينا نتكلم لغة عربية. يعني ايه اسمي ام علي، أم علي. اي هذا في فتح الاندلس ان شاء الله، اذا الله تمم علي ادعوا لي يعني انه باكر عندي بعد بحكي ان شاء الله. الله يشمل علي يا رب، الله يسهل عليك ان شاء الله يا رب، وان شاء الله تسمعين اخبار طيبه يا رب، الله يسمع منك وتكونين سعيده ان شاء الله وصاحبه ابتسامه دائمه بين عيالي، ما بتكونين ان شاء الله. اي ففتح الاندلس ان شاء الله ورا رمضان راح اروح ان شاء الله اكمل تصوير مع استاذ محمد في بيروت. في بيروت عمل ضخم، عمل جميل، عمل يعني الديكور الموسيقى تخرع تخرع تخرع، فالله يوفقه. هو في بيروت حاليا، فوانا اسوي معاهم البروفا هم اشك بريلي، هم اغار على ريلي باللغة العربية، لا تخرج الا الا لما تخبرني جايبي لي مصحح لغوي. اول مرة يعني، فالكل ضحك وانا اسوي البروفا. الى اين تذهب؟ ويلك يا ابو علي. فحلو. كم مدة الحلقات بتكون؟ فتح الأندلس والله ما أعلم، لكن عمارة في مهب الريح البي إن القطرية، طبعاً عمل كوميدي يجمع نخبة كبيرة من الفنانين، ربعنا من الكويت، أنا وشاب حجية خالد عجيرب، ترى للحين هم هناك أسلم عليهم إن شاء الله. يصورون الحلقات للحين مستمرين. أنا لأن كان عندي ظرف طارئ في الكويت اضطريت اني اقطع التصوير وارجع لحضور شيء ما يعني، فانا يعني من الفنانين الملتزمين اكيد، فالتزمت في حضور يعني شيء معين عندي في الكويت ضروره وهذا ايه، فاضطريت اني ارجع. لازم